سيداتي أنساتي والسادتي، المش ممتاز نجربوا معاكم. عندكم شك في العلاقة، عندكم شك في اللي انتم معاه، شخص شريك الحياة، نجربوا. عيطوا 05 30 300 300، 05 30 300 300. مريم شخبارك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، لاباس عليك؟ بخير سي مومو، صافا كلشي بخير الحمد لله. انت بخير؟ مرحبا. بغيتي تجربي سفيان؟ عندي عام وانت معاه. وي اكزاكتومون، ومؤخرا بديت كنشوف شي شويه الهضره نقصات، ودابا واحد 4 جوغ لقيت عنده واحد الشال في الطوموبيل ديال البنات، وانا متاكده ما كانش. ملي سولته قال لي بلي راه نهار اللي خديت الطوموبيل هو كاين، وانا متاكده بلي ما كانش. ايوا هادي ديال نهار خديت الطوموبيل هو كاين كادو. اه ما عرفتش كادو ديال الطوموبيل بزاف، بغيت نتاكد لحقاش كيجيو لي دي فوراس وهذا، باش نعرف راسي شنو هو هكا ولا هكا. فوراس فوراس ديال اش؟ هو ديال الزواج طبيعه الحال. ولكن انت كتبغي سفيان، كتحبيه؟ احنا العلاقه حب، كنبغيو بعضياتنا اه، ولكن ملي بدا هادي الشهر تقريبا بدا الشك عندي. واخا انتما تلاقيتوا على اساس معقول؟ وي اكزاكتومون، هضر مع ماما، هضر مع خويا. مزيان واخا. وهادي 3 ايام تفاتي في العشيه كلها، وفاش سولتي قال لك راه كنت غير باغي نرتاح شويه. اه وما قالاش قبل؟ لقى التليفون طافي. لا ما قالاش لي قبل اصلا، عيط له قبل ملي خرجت من الخدمه ما جاوبنيش. من بعد داز ساعتين عيط له لقيت التليفون طافي. لا غدا ملي سولته علاش طفيتي التليفون قال لي غير كنت في الدار جالس وطفيته. واخا وهو مزيرك انتيا؟ وي ما نخرجش مع صحاباتي، ندخل بالوقت خرج بالوقت، ما نديرش هادي ما نديرش هادي. والحريه ديالك؟ لا ما خصني ندير داكشي اللي كيقول لي هو، كندير شي حاجه خصني نتصاور معاه. اي حاجه قبل ما ديرها خص تقولها ليه. اه الخروج ولا ما قلتهاش ليه مشكله، ينوض الصداع وهادي هادي. يعني ما تمشي للحمام خص تقول لي نمشي للحمام؟ واش تقول نمشي للحمام؟ اه وشحال هذا جلستي في الحمام شحال من ساعه. واو ويلي بصح القضيه علاش انا ولا سي فغي سي فغي، علاش انا حيت هادشي بان ليا كثر، وهو ما ولا تي بحال كيراوغ، ما بقاش بحال هادي، ما بقاش الهضره نقصات، ولا كيهضرش معايا بزاف قليل في التليفون، صافي دغيا تيقطع. طبي باش نعرف حتى انا شنو يعني، ما يمكنش شحال من حوايج كيديرهم ليا هو خصني نمشي عليهم انايا، وهو ما تيدير حتى شي حاجه من هذاك الشيء. والبارح غوت عليك حيت عطلتي مع صاحبتك؟ اه وغادي نير ناكلو، غناكلو غندخل للدار. تعطلتي حتى الاناسه؟ تسعود احترمتي الكوفر فو؟ اه وانا قلت له تسعود غادي ندخل. واخا وا غريب هادشي شي. دابا في العلاقات ما بين الرجل والمراه خاص كل واحد تكون الحريه ديالو، انه يتلاقى مع من ما بغى ويدير داكشي اللي بغى. اكزاكتومون، اهم حاجه خاص تكون الثقه، فوالا الثقه والاحترام. يعني كيف ما انا تنثق فيه حتى هو خاص يثق فيا. واخا انتم تلاقيتوا على اساس الزواج المعقول ولا غير ضحك؟ في الاول كانت كنا غير تلاقينا، من بعد وينا كنبغيو بعضياتنا صافي. عاد في الاخر بقيت هضر معايا قال لي انا بغيتك معقول، وهذا هضر مع ماما قال لي انا بغيتها، هضر مع خويا قال لي انا بغيتها، خصني غير شويه ديال الوقت. من بعد داز واحد المده، واحد المده كنا تناقشنا في واحد النهار هكايا، من موراها ولات كيقول لي ما بقاش جبدي داك الموضوع، قال لي من الاحسن خلينا حنا هكا، انا مازال ما خديتش قرار. فهمت يعني بديك الهضره اللي كان كيقول في الاول كلها تقلبات. واخا تبدلات. واخا نعيطوا لسفيان مريم. ثلاث شروط مهمه جدا في المش ممتاز. المش ممتاز هو التيست، يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزك انت ما يعزكش انت، الا ما يعزكش انت غير بالله انت احسن. هذا الشرط الثاني، والشرط الثالث خاصك لابد تهضري معاه في الاخر، لابد تقول ليه علاش بغيتي ديري المش ممتاز. عيطوا اها افرحي مالك حزينه خلوعه. بالعكس لا لا ترونكيل. الو السلام عليكم. صباح الخير. اش اخبارك سيدي لاباس عليك؟ مرحبا. الحمد لله. نقدم لك راسي، معك كريمه من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه مختصين بالورود، واليوم درنا سيدي واحد القرعه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا. ومبروك عليك سيدي، اليوم راك ربحتي معنا ان بوكي تولور، يمكن لك تهدي للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه. فقط اعطيني السميه ديالها، المدينه، رقم التليفون، شي كلمه زوينه في حقها، وحنا اللي كنتكلفوا بها معايا ندوزها عليك. اها واخا يلا هات. اقطع نعاودو نعيطو. اه عاود صوني لعافاك. نعاودو نعيطو عاود ثاني معلم. قال لي دريت راديو قال لي واش
دابا ما بين ندوزها ليك ما بين ندير اي تراديو نشوف واش ما سفيان. وي مومو. شبارك اخويا؟ وي خويا بخير. كلشي بخير صحة لاباس؟ لاباس بخير الحمد لله. تقطع ليك التليفون؟ لا انا قطعت اخويا مومو. ما كاين مشكل. علاش قطعتي؟ نعم اخويا هاي الحبيبي يتفلاو. لا لا راك معنا في الماتش ممتاز. كاين واحد السيده اللي بعيطنا باش نعيطوا لك باش نجربوك. شكون هي؟ واش هي معاك هي؟ لا انا ما كنعرف حتى شي سيده وهذه اللي معيطه ليا ما كنعرفهاش. ما كتعرفهاش واخا. باش دوز عليا دوز عليا. دوز عليك اخويا دابا. مرحبا هضري معاه. الو. وي وي سفيان صافا. شكون معايا؟ ماشي مشكل ما كتعرف حتى شي وحده بعد. شكون معايا؟ شكون معايا؟ بركه من هاد الدراري صافا. مريم. ما كتعرف حتى شي وحده. قلت لك ما باقيش تعيط لي يا مريم. قلت لك البارح ما بقيتش عاود تعيط لي وصافي حتى ما نعاودش نعيط لك. واخا انتوما ما بقيتوش مع بعضياتكم؟ لا باغا نتاكد. دازنا البارح. البارح دازنا قلت لها صافي اختي ما بقيتش تعيط لي قلت لها انا ما باقيش نعيط لك. واخا واخا يعني ما بيناتكمش علاقه ما بيناتكم حتى شي حاجه. صافي كانت بيناتنا علاقه وصافي سالت البارح. واخا واخا خويا واخا. شكرا سفيان. شكرا خويا. مرحبا. ايوا صافي مزيان دابا وضحت الامور. مريم. وي. تعاودتي لنا انه هو غوت عليك البارح؟ على حسب انك خرجتي مع البنت تعطلتي. واخا دابا سي بون. سي بون ماشي مشكل. انا قلت لك بغيت نتاكد باش كل واحد يعرف راسو شنو غادي يدير فهمتي. لكن ميرسي بوكو. شكرا لكم بزاف. باش كتحسي دابا مريم؟ ايوا مهم ما عرفت. بغيتي الناس يهضروا معاك؟ وي سي بوسيبل. واخا الناس يتكلموا معاك. انت راك ترونتي دابا بعد زدتي تخرمتي دابا. يهضر معك الناس عيطوا 0530300300 0530300300 يهضر مع مريم. دابا انت على حسب الهضره اللي هضرتي معاه البارح ماشي تفارقتوا غير تخاصمتوا غير ياك؟ وي تخاصمنا يعني غوت عليا فين كنتي. قلت له انا قلت لك ها مشي تكليت وجيت وديجا كل 10 دقائق قال لي بقيت عيطي لي كل 10 دقائق تنعيط له يعني راه باينه فين كنت مشيت كليتها انا تناكل رجعت فهمتي. واخا صافي هادشي اللي وقع. واخا الله يخليك معنا مريم. شوف بردي شويه عليك من دابا شويه الناس يهضروا معاك ونتكلموا معاك على حيت كاين حاجه مهمه بزاف اللي قلتها وعاودتها في هذه العلاقه اللي كانت عندك مع سفيان. هذه المساله ديال الحريه ديك ما بقاتش. انت خارجه عيطي لي كل 10 دقائق. ودا اش هذه العلاقه هذه؟ او انت خارجه مع صاحبتك كل 10 دقائق تعيطي تبوانتي غريبه. كل واحد والطريقه ديالو في العلاقه ديالو ولكن عاوتاني خصو واحد يحافظ الحريه ديالو. كل 10 دقائق تعيط عليه يلاه ديك الساعه ديالي مع ابل فيديو وخليه يعاقب معاكم دائما. ابل فيديو هذيك راه دائما. فين انت؟ رايت البارح ما كانت عنده كونيكسيون ما داش ابل فيديو. واخا غادي نهضروا معك الناس دابا شويه على اذاعه ايتراديو 0530300300. سيداتي انساتي وسادتي الماش ممتاز. عندكم علاقة وعندهم عندكم الشكوك في العلاقة شاكين في هذاك في هذيك اللي معاهم انتوما شاكين فيهم بلا كاين شي حاجة ماشي هذيك بغيتو تجربوا تأكدوا ممكن كاين ما شموم تيست مومو مورنينغ شو على إذاعة إيت راديو عيطوا ستوندار إذاعة إيت راديو 0530300300 0530300300. سارة. وي مومو. شخبارك لاباس عليك وشي بخير؟ الحمد لله تخي بيان ميرسي. الحمد لله. بغيتي تجربي في المشوم تيست عمر هادي ثلاث سنين معاه؟ سي سا وي 3 ans. كيفاش تلاقيتي معاه؟ لقينا في الاوتوبوس كنت طالع للرباط. اها. وتلاقيت به شحال هادي بلوس دو 3 ans دابا. وقفوك في الاوتوروت؟ وقفنا وسط الاوتوروت داكشي ديال حماق. ياك ياك ممنوع الوقوف والتوقف في الاوتوروت. وقفنا في لاستاسيون ديسونس. واخا اها. وصافي وداز واحد الفيلينغ. انا ما عمري ما شفت شي واحد بحال هكا ولا دويت معاه ولا شي حاجه ومشي وداز واحد الفيلينغ دوبي ذاك النهار وانا عرفتو ما عمرنا ما تفارقنا. مي دابا كنشك فيه وبغيت نجربو. وانتوما انت هضر معاك وانا نروح على اساس معقول على اساس الزواج؟ داوي معايا في المعقول داوي معايا في الزواج باش يقول لي انا باغي نتزوج بك وكان بغيك وكيدوي مع ماما وكيشوفها. كيتلاقى معاها؟ كيتلاقى معاها مره مره. ولكن خطوبه رسميه ما كايناش؟ لا مازال. واخا وعلاش بتجربيه؟ علاش شاكه فيه؟ خلينا نبلوكيو الخطوبه. كنتو معلين ديروا الخطوبه في الكونفينمون وما دارش. علاش شاكه فيها ساره؟
شكل فحيت كيخرج بزاف بالليل الويكاند ما كيجاوبنيش الاغلبيه ديال الوقت ما كيجاوبنيش كما كنعيط ليه كنبغي نشوفو الويكاند بعدا ديما اوكوبي سيت كنشوفو غير وسط لا سيمين انت في كازا وفي الرباط انا في كازا وفي الرباط صافي ولكن زعما مشكل كازا الرباط ما عمر ما لقينا مشكل زعما ديال لوطوغوت ولا الطريق من ديما زعما كلشي اسمو قريب ليا ما كيحترمش الكفر فو كيخرج بالليل لا ما كيحترمش الكفر فو واش شنو صداع صرا واش صداع عمر قلتي كاين شي نوامر كيصيفطوا لك شي ميساجات على قبل هو اكزاكتومون بزاف كنكون جالسه في الدار كنتفرج كيوصلوني دي ميساج راه عمر معانا حنا في البلاصه الفلانيه غير كنعيط لهذيك النمره كيقولوا لي لو نيميرو ني انجوانيابل يعني كيوصلك دابا انت ميساج كتكوني جالسه كيوصلك ميساج كيقولوا لك راه هو معانا راه ما عرفاش انت واش بنت ولا ولد ولا والو ما عرفاش لا ما عرفاش شكون ولكن باينه بنات اللي كيكون معاهم ولا عم الله شنو كيطراو وكياخذوا المرتيه ولا ما عرفت شنو كاين وكتعيط عليه هو هذيك الساعه تا هو كنعيط له كيجاوبك جاوبني ستوغ بلاك حتى من بعد عاد كيجاوب ولا ما يجاوبش على حسب هو اوكي ومن بعد كيكذب عليا وصافي وكندوز الكذبة ولا ما عرفتش كيقول لي الصراحة وانت كتحبيها سارة كنموت عليها واخا صرا نعيطوا لعمر ثلاث صورت مهمه جدا في المش ممتاز المش ممتاز هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزك انت ما يعزكش انت الى ما يعزكش انت غير ولاتي احسن وثالثا خصك لابد صرا تهضري معاه في الاخر تشرحي لي علاش بغيتي ديري مش ممتاز واخا نعيطوا انا خايفه ولكن نعيطوا كلشي كيخاف في المش ممتاز ولكن نعيطوا لا ما تخاف شويه ولا تبقى في درك فلون هادشي اللي كنقول زعما ديجا 3 ans و لا ديستانس و بزاف د الحوايج و كيطو دوبل واخا نايتو الو السلام عليكم وعليكم السلام اش اخبارك سيدي لاباس عليك الله يطول عمرك شكون معايا الحمد لله نقدم لك راسي معك كريمه من شركه ورود المغرب حنا واحد الشركه مختصين في بيع العروض واليوم درنا واحد القرعه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا ومبروك عليك سيدي اليوم راك ربحتي معنا ان بوكيت فلوغ يمكن لك تهديه للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه فقط عطيني السميه ديالها نمره التليفون للمدينه شي كلمه زوينه في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بالارسال حتى لعندها انت كتهضري بصح اي بصح سيدي زعما هذه قاعده الزهر عندي انا حنا عندنا مجموعه ديال النوامر ولكن درنا لهم قرعه وطلعت النمره ديالك باغازار زعما نمرتي طلعتي ركز اكزاكتومون المهم انك ربحتي معنا هذا هو الهدف مرحبا لاله بصح وراحه سيدي لمن تهديه من نهديه لمن تهديه بيان سور الا عندك شي علاقه رومانسيه ديال الفرصه ديالك وا اش نقول لك لمن نهديه انا هدي الفاتين فاتين داك غاتشوف الحب ديالك واخا شنو تكتب ليها كتب ليها انا كنحماق عليها وما عمرني نساها وهي ديما في قلبي وسيرمون ما عرفتش ما نقول لك المهم نعطي الفاتين واو 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 عمر الو عمر بخير لاباس معاك مومو راك معنا في مومو مورنينغ شو مومو ايت راديو كلشي بخير صح لاباس قلب هذا لا يبارك فيك اخويا مومو عمرك معنا في المش ممتاز كاين واحد السيده اللي معطانا باش نعيطوا لك باش نجربوك في المش ممتاز اللي هي ماشي فاتين غادي ندوز لك اللي معيط على قبلك شكون ياك ولد الحرام ما لقيتي غير فاتين أسارة أنت يا مسال يا راسك أسارة الله يديك كي صاحبتي ما حسنتيش يا عمر ما بانش كي صاحبتي أيوا عرفتي شكون صاحبتك ما تعرفش يا صاحبتك راه ماشي صاحبتك الله يديك عمر ثلاث سنين وأنت يا زارني معاك دابا مني بنتي على حقيقتك ودرتي ليا بصاحبتي حقيقة في بنتي على الحقيقة هذه فين ماشي مشكل غنقول لك زوج كلمات فين عمرك الشيء هذه ألو مش مهم دابا تزعمي الحقيقة فين الحقيقة شو سمع شي نادر صاحبك شهور ولا معاه وغنتخطب به ويلا سير ماشي مشكل الله يسخر لك وسولي على فاتي واو صراش قلتي موموش من واه والله يهديك مومو انت الله يهديك مومو راك تحترموك وراك راه مشكل هذا اسمع لي انت انايا عمر قلت مش ممتاز قلتي ساره المعيطه باش تجربك قلتي فاتين صاحبتك انت يا ساره فاتين صاحبتك صاحبتي ما صاحبتهاش راه ماشي ديك فاتين اللي كتعرفي وكي مازال كتخرج في عينيك راه كتخرج ما لقيتي ولا مال بارك الله عليكم يا رجال الله يلا تبارك الله عليكم والله الا بغاك تبارك الله علينا قولي لها واش جمعناش كاملين اختي حنا راه بخير حنا راه نقيين حنا لا هذا وهي دابا كتقول لك زعما نبيل وسولي نبيل قولي شكون هي فاتين اش كتقول انا مالك عمر شكون نبيل سارة سارة شكون نبيل
صراحه نبيل صاحبي، نبيل صاحبي انا ما عنديش صاحب، انا كوني مهني مع راسك. دابا صراحه نبيل وصعب عمر ما كاينش صاحبي هاد سي مومو كاع، ما عنديش انا صاحبي كاع. شنو العلاقه ديك انت صراحه مع نبيل صاحب عمر؟ شنو العلاقه ديك معاه؟ الله يسهل عليها. نبيل هو اللي بغات نبيل الله يطلع بها. ودي دي ويصلح لك هذاك هو فهمك. كنا جالسين ولا شي حاجه كيجي يقول لي شوفي، كيقول لي ساره راه عمر كيكذب عليك وهذا وكيجري في الخير. الله يسهل عليه. ودي ودي دي لا سمعي طال مومو انت، لا سمعي انت يا ساره. ساره كانت علاقه واحده اخرى مع صاحب عمر مع نبيل. وعيطي ليا، عيطي ليا انا، قولي ليا انا، لا تعيطي لمومو، عيطي ليا انا، سوليني نجاوبك. عمرك سولتيني؟ ايوا هانت جاوبتي، هانت جاوبتي قدام نجاوبك، نجاوبك دابا ونجاوبك مع مومو. اليوم اليوم مش مبتسم دوبل. والله يهديك مومو، الله يهديك شمن مدوبل اصاحبي. نبداو السيمانه بحال هكا والله الا حرام عليك بالله. صافي صافي ضحك اخويا مومو، والله ما عندي ما نقول لك. الله يرحم والديك، الله يعاونكم اخويا، الله يعاون. وسيري انت تبعي نبي، الله يطيك به، الله يعاون. تبيع فاتي الله يخليك بالخلا انت وياها. صافي 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 صافي. سلام. علاش ما قلتيش لنا في الاول انه انت عندك علاقه مع نبيل صاحب عمر؟ علاش باش هاد الروينه هادي؟ شنو دار؟ انا بغيت غير نمرض، وانا بغيت نفقصو كيف ما كيفقصو. دابا ما عندكش توصلي مع هذا الشيء كامل اللي وقع وقع. انت كنتي داك الشيء اصلا كان كيوصلك صعيب بزاف، تكوني جالسه وتوصلي وسط ميساج راه هو معايا، هو في بلاصه فلانيه، هذا الشيء صعيب بزاف. دابا الصراحه عرفتي اللي كاين. انا تعذبت بزاف. ساره بغيتي الناس يهضروا معاك؟ لا واخا ساره سي دور، سي تخي دور. هذا الشيء دابا اللي سمعتي دابا صعيب بزاف. وانت انت راك مسمومه. جبت لك صاحبتك، جبتي لي صاحبه. دابا انت ما عندكش علاقه مع نبيل ياك؟ لا. اوكي ساره صبري، دابا انت اهم حاجه ركزي على انه عرفتي الحقيقه وتاكدتي من داك الشيء. داك الشيء اصلا كان اللي وقع لك صعيب بزاف، صعيب بزاف. صعيب وخاصه والله ياخذ الحق والله يسمح ليه وهذا الشيء اللي كاين. وميرسي بوكو مومو، سمح لينا. ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل ساره. شكرا لك، شكرا. الله يصوب الامور الجميع. ديروا معنا الماش ممتاز 05 30 300 300، 05 30 300. سيداتي انساتي وسادتي، الماش ممتاز. عندكم شكوك في العلاقه ديالكم؟ شميتوا شي حاجه ماشي هذيك؟ نعيطوا نجربوا في الماش ممتاز. عيطوا لنا نتوما 05 30 300 300، 05 30 300 300، ونجربوا في الماش ممتاز. الى مش اخبارك؟ صافا الحمد لله ماما. الحمد لله. بغيتي تجربي السعد في الماش ممتاز؟ هذه عام وصلتي معاه. نتوما نتوما راكم ما ساكنينش في نفس المدينه؟ لا هو في الطاط وانا في مراكش. يعني كتلاقاو في بنغرير؟ لا كيجي عندي لمراكش. كتاكلوا الشوا كفته؟ كتحضروا الكفته تماك وكتشويوها؟ علاش بغيتي تجربيها إلهام؟ صراحه ما بقاتش الثقه بيناتنا، حيت هو يا في الثلاث شهور الاخر تبدل عليا بزاف وما بقاش مهتم، ولا كنصيفط له ميساج في واتساب ما كيجاوبنيش، هو اونلاين فاتح ما كيهضرش معايا. وقع مشكل في الاونه الاخيره انه هو يا جات عنده الاكس ديالو وكانت حامله. واو. وفاش عاد ديال المشكل ما عجبنيش الحال وتخاصمت معاه، ودازت مده من ورا داك الشيء، وقال لي راه مشات بحالها ورجعنا فرحنا مع الشيطان وقلت ماشي مشكل. قلت انا باغاه الصراحه، باغاه هو يا ما بغاتش شي حاجه اخرى من غيره، وخرج وكان عندي عروض ديال الزواج وحده اخرى، ولكن صراحه انا بغيت هو. غادي نعيطوا نجربوها الهام، نعيطوا للسعد. ثلاث شروط مهمه جدا في المشمون تيست. المشمون تيست هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، قول عزك انت ما عزكش انت، الا ما عزكش انت غير بلاتي احسن. وثالثا خصك لابد تهضري معاه في الاخر وتقولي علاش بغيتي ديري المشمون تيست. واخا الهام صافي واخا نعيطو نعيطو قولي لي لا
لا لا. الو الو الو، السلام عليكم. مسال، اش اخبارك سيدي، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. نقدم لك راسي، معك كريمه من شركه ورود المغرب. ومبروك عليك اليوم سيدي، راك ربحتي معنا بوكيت فلوغ يمكن لك تهديه للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه. فقط اعطيني السمية ديالها، المدينه، رقم التليفون، شي كلمه زوينه في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بالارسال حتى لعندها. صحه وراحه. لمن تهديه سيدي؟ زينب. زينب، واخا سيدي. شنو تكتب ليها؟ حاجه زوينه. داكوغ، واخا. شنو كيجيك زينب اسيدي؟ مرادي. داكوغ. الله يكمل بخير اسيدي، الله يكمل بخير اسيدي سعد، الله يكمل بخير. سعد، اخبارك؟ كلشي بخير؟ نعم صافا. معاك مومو، عرفتيني؟ نعم. كاين واحد السيده اللي عطاتها النيمو التليفون ديالك باش نعيطوا عليك، وماشي ماشي المدام، ماشي المدام اللي عيطات، غندوزك اللي عيطات. هضري معاها. الو. الو، وين؟ مبروك عليك الزواج. الله يبارك فيك. عرض علينا بعدا. اما كاين عوض دابا، كاين شروط السلامه الصحيه، كاين كورونا. ياك. عرفتي هاد السيده اسعد؟ لا ما عرفتهاش. واخا، هادي الهام. الهام؟ اه، الهام مراكش. هاني بخير. كلشي مزيان. كلشي مزيان. دابا السيده هذه عندك علاقه معاها؟ اسعد. واه. وزين، شكون هي؟ ها هي النيت. هي النيت. واه. لا ماشي النيت، هي النيت. ما عندهمش السميه. مومو، قال لك الى بانت المعنى لا فيه ضرب التكرار. واخا يعني انت واخا واخا يعني انت عندك علاقه مع بنات بجوج، مع هذه في مراكش والاخرى في بالقصير، ياك؟ لا المشكل انا ما عرفتش شكون اللي كيهضر معايا، فهمتي؟ اه. وتقلبت، فهمتي؟ هذا الشيء علاش؟ شويه ستريس. واه ستريسيتي. واخا، الى بغيتي تقول شي حاجه اخرى سعد؟ شكرا بزاف مومو. لا مرحبا سعد، شكرا لك اخويا، تشرفت، تبارك الله عليك. نجربوا نعيطوا معاكم في الماج ممتع، تعيطوا انتم 0530 300 300، 0530 300 300. بدر، اش اخبارك؟ الله يحفظك خويا مومو. مرحبا، كلشي بخير؟ الله يسرك اودي مومو، كنتي مزيان؟ الحمد لله. بغيت نجرب ايمان، هذه 3 سنين انت معاها. هادي عام وانت كتشك فيها، هادي عام باش العلاقه تبدلات وبقات كيما كانت. سي مومو. علاش؟ دي فوا كاين شي شويه الكذوب، فهمتي كيفاش؟ بحال مثلا هي كتكون اونلاين ولا شي حاجه، وكنكون كندخل باغازا الواتساب وكنشوفها اونلاين، فهمتي؟ كنصيفط ميساج عادي غير باش نشوف كيفاش. كنقول اش كديري؟ صافا مزيان. كتقول صافا الحمد لله. اش كنتي كديري؟ كنغير في الكوزينه ليه، فهمتيني؟ وانا كنشوفها اونلاين. هاد اونلاين هذا. اونلاين اونلاين هذا شحال اونلاين هذه حمقات المغرب. المشاكل، ماجد ديال المشاكل. كل حيده من الواتساب شحال ما درتاه. هادشي غير المشاكل اخي مومو، فهمتي؟ وكتشوف لي كومونتير. الا غادي نجريو، الا غنجريو واحد العلاقه مزيانه صافي نبقى مزيانه، ما كاين علاش بنادم عاد تولي الزياده الخاويه. ما داكشي من بعد نقدروا نديروا حنايا، فهمتيني؟ نديروا باج ديالنا، دير شي حاجه، دير وليداتكم كوارك ماريا تزوجي، فهمتيني كيفاش؟ دابا انت ناوي معقول؟ الله الله شاهدنا وين معنا مقول من الله يكون بخير، يكون خير ان شاء الله، يكون خير ان شاء الله. ذنوب ديال شي وحده ولا واخا يكون خير ان شاء الله. دابا انت ناوي مع الزواج، وما بقاش كتبين لك بلا تما باش كتهضر مع الزواج، دابا اش كتقول لك؟ لا عادي بارده، فهمتيني؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واخا ما كتحسش بها، ما الشجاعه باغا. ما كتعطينيش هي شي بعض الخطرات شي حوايج اللي نقدروا نهضروا فيهم مستقبلا، حقا شنو واش هذه واش هذه. تنظيم الضمو وتصوب وتقاد. واخا كاينه قدام. وكيبانوا لك لي كومونتير عندها بزاف في الفيسبوك ديال الدراري. لا غير شحال هادي طحت في واحد لي كومونتير، فهمتي؟ حتى واحد لاطوف، المهم بنادم كومونتير دار واحد كومونتير اللي ما خصش بنادم هذاك الشيء، ما خصوش يبقى صافي. اون فوا انت اونكاجي مع شي واحد ولا شي حاجه، ما خصش هذاك الشيء كاع يبقى لي كومونتير باش انه بنادم يبقى يعلق ولا هادي، كتجي شي شويه خايبه. يعني دي كومونتير اللي شفتهم نتايا ديال قبل، قبل ما تكون عندك علاقه معاها. لا وانا معاها. لا وانت معاها. واخا. المهم دابا كاين انا حسيت بلي كاين واحد شويه ديال التبرزيط، يكون خير ان شاء الله. المهم دابا كنتمناو يكون خير ان شاء الله. تعزك انت، نعيطوا الايمان جربوها، تعزك انت بدر. ثلاث شروط مهمه جدا في المشي ممتاز، المشي ممتاز هو التيست، تقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف. تقدر تعزك انت ما تعزكش انت، الى ما عزاكش انت غير بلاتي احسن، وحتى انت خصك لاب وتهضر معاه في الاخر باش ما كان. مرحبا، ما كاين حتى مشكله قدامهم، وعادي باش كل واحد يعرف راسه شنو، فهمتي؟ صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. عيطوا. مرحبا قدامهم. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اش اخبارك، لاباس عليك؟
لاباس الحمد لله. نقدم لك راسي معك فاتي من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود وفي اطار تعريف بالمنتوج جانا اكثر درنا واحد القرعه صغيره ومبروك عليك. لالا راك ربحتي معنا مشوم ديال الورد تقدري تهديه للحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك. عطيني السميه ديالو المدينه ورقم التليفون حنا كنصيفطوه ليه حتى لعندو لمن تبغي تهدي هذا المشوم ديال الورد. كيفاش غادي تسال عليا من دابا شويه؟ هانتي عطيني 30 ثانيه من وقتك دغيا عطيني السميه والمدينه ورقم التليفون. راه تكلم مع الخدمه ما عرفتش كيفاش نجاوب. واخا ان شاء الله. ايمان شخبارك؟ ايمان واش انت ايمان؟ اهلا. انتوما جوج ولا انسان واحد؟ انتوما بنت ولا جوج بنات؟ انتوما واحد ولا جوج؟ مومو معاك. مومو شخبارك؟ لا لا باش نجي. واش انت ايمان؟ انتوما راكم جوج انتوما؟ واخا البنتي شكون انت؟ ايمان انت كتهضري معايا دابا؟ انا ايمان. ايمان ايمان مرحبا ايمان. ايمان راك معنا في ماتش ممتاز. كان هاد السيد معيطنا باش نعيطولك باش نجربوك. شكون؟ ولي 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 خليك البزبوس محلول. ولي 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 انت ايمان؟ قلت لي اه. الو وي انا ايمان. لا سمعتها اخرى قالت لك انت اه. قالت لك قول اه انا ايمان. ايه واخا دابا المهم ايمان صاحبت ايمان. شكون اللي معايا تلاقي باش يجربوا؟ انا ما معايا حتى شي واحد. انا ما معايا حتى شي واحد. انت ما معايا حتى شي واحد. مزيان صافي. وهذا اللي معايا شكون هو هذا؟ اش كيدير هذا انايا؟ هضر معاه. حشمات حشمات اودي يا مومو. حبيبي شكون؟ شكون هذا؟ اخويا مومو. انا شكون هذا؟ قول انا معاك مازال معاك اودي يا مومو. نهار كبير هذا اللي هضرت معاك. غادي نتفارق معاك حشومه. لا ما كاين حتى مشكل. دابا هضر دابا انت. دابا انت تلفتي. علاش؟ حيت سولناها قلنا لها مع لما بغات تصيفط لها قالت لك ما عندي حتى واحد. سولتها انا قالت لي ما عندي حتى شي واحد. دابا يحسب ليها شي واحد يمكن كيتخلقل عليها وكيبغي يجبد ليها لسانها. فهمتيني كيفاش؟ دابا انت شنو فهمتي دابا انت؟ ما تعيطاليش. شنو فهمتي؟ فهمت بالله راه ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء. غير الخاوي غير التبرعيك وصافي. ياك هادشي اللي فهمتي؟ واخا دابا غادي شوف دابا غادي نستغل الفرصه وغنستغل المشوم تيست معاك اخويا بدر باش نطرحكم على السؤال للجميع اللي كتوقع في المساله كتوقع بزاف في المشوم تيست. فاش كنعيطوا لشي واحد كنجربوه وما كيعزلش هذاك اللي معيط على قبله يا اما واحد اللي معيط باش يجرب وما تعزلش كيقول البنت كتقول البنات اغلبيه الاحيان كيقولوا شكرا صافي شكرا اخويا شكرا صافي زعما انا عقت بيك زعما شكرا. دابا نتايا شنو كنتي تمنى تقول لها في هذه الحاله هذه اللي وقعت دابا لانه حنا عيطنا لها وقالت ما عندهاش تجربه. الخوازو هذه اللي هنايا الخوازو هذه اللي حنايا معارفين معاك جيتي اليوم وقلت ما كتعرفي حتى شي واحد. واخا علاش ما قلتيهاش لها؟ ما نويتش انا اخي مومو هكا والله ما نويتش. انت ما كنتيش معول انه ما تعزلكش هادشي اللي كاين ياك؟ اخي مومو العلاقه ما كاين لا علاقه لا والو غير التبرايس والخوا الخاوي. صافي صافي دابا فهمتي دابا؟ شكرا بزاف والله الا صافي بليزير اخي مومو هضرت معاك. حتى انا حبيبي صافي بليزير اخويا الله يسهل الامور. الله يفرحك بعض. زعما غادي يوقع بها فهاد تقول زعما داكشي علاش كنقول لكم في الشروط دابا كنقول لكم الشرط الاول المشروم تيست يقدر يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني راه عول عليهم بجوج يا اما غتعزلك يا اما ما تعزلكش. الشروط واضحه. انا معاك اخي مومو واخا وقع هادشي هذا والله العظيم. المهم اسمح لي بزاف. لكن انت مشكل ديروا معنا مشروم تيست 035 300 035 300 300 وعيطوا لنا 035 300 300 ستوندار اذاعات يتخذوا على قبل في نظركم علاش ما كنواجهوش فاش كيكونوا بحال هكذا كيكون الفراق ما كنواجهوش بعضياتنا علما انه الواحد كتكون تمعاشر معاه وكتعرفوا كتعرفوا مزيان ودابا مثلا في المشروع تيست كتحصل عليه شي حاجه وما كاينش مواجهه. انا واحد السؤال انا هادو قلت انا هادي السنين وحنا كنديروا المشروع تيست ومازال ما فهمتش علاش ما كنواجهوش علاش في نظركم علاش ما كنواجهوش علاش واش واحد ما ينفعش واش واحد ما يتعصبش واش ما يمشيش بعيد علاش ما كنواجهوش بعضياتنا واش هادشي كاين راه كاين في الحياه ما كنواجهوش بعضياتنا كنهضروا مع داكشي اللي خصنا نقولوا للشخص كنقولوه لواحد اخر على داك الشخص عوض ما نواجهوا الناس. عيطوا لنا غنفهموا هذه المساله هذه 05 30 300 300